المواد بتاعتك والاماكن، وفي نفس الوقت اللي هي اماكن امتحان، وفي نفس الوقت ازاي تعرف رقم جلوسك. انت بتدخل على اللينك بتاع الكليه عادي، وبدل المفروض انت بتجيب تعمل الحصول على كود الطالب، لو المفروض عن طريق الكود بتاعك ده انت بتدخل على النظام وبيبقى ليها طريقه، ولكن احنا ندخل على النظام على طول بعد ما جبنا الكود. بعد ما ادوس على الدخول على النظام بيبتدي يطلب مني كود الطالب بتاعي ورقم الجلوس، سوري كود الطالب والباسورد بتاعي. تمام، لما بدخل على تسجيل بعد ما احط كود الطالب اللي هو اللي فوق ده كود الطالب، واللي تحت ده الباسورد بتاعي، بيبتدي ان انا ادوس تسجيل. بعد ما بدوس تسجيل بيدخلني على الشاشه الرئيسيه بتاعتي عشان اعرف رقم جلوسي. ادي رقم جلوسي اهو، ده رقم الجلوس مش كود الطالب. في فرق ما بين رقم الجلوس وكود الطالب. تمام، فبيبان هنا رقم الجلوس واسمك وبياناتك والكلام ده كله. ببتدي لما احب اعرف اماكن الامتحانات والمواد بتاعتي ببتدي افتح السهم ده، وابتدي ان انا ادوس على التسجيلات الحاليه واماكن الامتحانات. فبيبتدي هنا يجيب لي ويعرف لي اماكن الامتحان بتاعي فين، وانا فتره ايه. انا فتره اولى مثلا من 3 ل 5، وبيبتدي يحدد لي المكان اللي انا همتحن فيه. ده في كل المواد بتاعتي، ولكن هنا رقم الجلوس اهو. تمام، وبيانات البيانات بتاعتي اللي انا ممكن احتاجها. التوفيق للجميع ان شاء الله.